السلام عليكم وأهلا بكم. هنبدأ مع بعض شرح منهج تالتة ابتدائي الترم الأول 2025 من كتاب بيت باي بيت. الترم الأول 2025، المنهج سهل وبسيط وجميل. هناخد مع بعض درس، وبعد كل درس في مجموعة من التدريبات، وبعد نهاية كل وحدة في مجموعة من الامتحانات. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد، وهتلاقوا رابط صفحة القناة موجود في لمحة وموجود في صندوق الوصف، عليها أهم التدريبات وأهم الأسئلة. ونبدأ مع بعض. الكتاب بيتكون من 3 أجزاء. Part 1 الجزء الأول Revision on Primary 2 هو مراجعة على سنة تانية ابتدائي، ثم Part 2 الجزء الثاني هو المنهج، ده منهج سنة تالتة ابتدائي. الجزء الثاني مقسمين المنهج ل 6 units، 6 وحدات، كل 3 وحدات في موضوع. Theme 1 الموضوع الأول Who am I؟ من أكون. Unit 1 I feel happy، أشعر أني سعيد. ده بالنسبة Part 2 هو المنهج. ثم Part 3 أو الجزء الثالث هي مجموعة من التدريبات والأسئلة على المنهج. هنبدأ مع بعض المنهج على طول ويونت 1. وبالنسبة لبارت 1 الجزء الأول هنبقى ننزل بفيديو منفصل، فنبدأ مع بعض. يونت 1 I feel happy، بداية منهج تالتة ابتدائي من الوحدة الأولى I feel happy، أشعر أني سعيد. Theme 1 Who am I؟ من أكون. Unit 1 الوحدة الأولى I feel happy، أشعر بسعادة أو أشعر أني سعيد. Page 21 صفحة 21. كل يونت مقسم إلى مجموعة من الليسونز من الدروس. نبدأ ليسون 1 الدرس الأول listening استماع، self expression، talking about feelings هنتكلم عن المشاعر وعن الشعور. نحفظ مع بعض vocabulary الكلمات. happy 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 سعيد، هقول I am happy، أنا مثلا سعيد. happy happy. sad unhappy، sad يعني حزين، وunhappy غير سعيد. يبقى ممكن اقول عكس كلمة happy sad، او ممكن احط قبليها un. ايه un دي؟ دي prefix. يعني ايه prefix؟ هي مقطع قبل الكلمة بيديني عكسها. يبقى prefix هي البادئة. ايه هي البادئة؟ مقطع قبل الكلمة بيديني عكسها. المقطع ده طبعا بيختلف، لبعض الكلمات بتبقى un، بعض الكلمات بتبقى ir، بعض الكلمات بتبقى im. خلينا نحفظ ده عشان ما يتلخبطش. happy unhappy، happy unhappy او sad. happy سعيد، sad حزين، او unhappy غير سعيد. يبقى I am sad او I am unhappy، انا اكون حزين او غير سعيد. hungry hungry، نركز على شكل الصورة. hungry يعني جوعان. I am hungry، انا جوعان. hungry 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 جوعان. thirsty 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 عطشان. th نطقناها فاء. thirsty لو شلنا الاس دي بقت 30، 30 الرقم 30، لكن thirsty عطشان اقول I am thirsty او he is thirsty. هنعرف ازاي نكون جمل بعد ما ناخد الكلمات. يبقى thirsty عطشان. angry 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 غاضب. angry excited excited متحمس. علامة النجمة دي اللي هو بيقول لك ان في بعض الملاحظات على نطق بعض الكلمات. excited excited، تلاحظ حاجة ان احنا قلنا excited excited. في صفحة 50 هتلاقوا الملاحظات دي. tired 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 يعني متعب. tired tired متعب. page 22 صفحة 22 vocabulary الكلمات، باقي الكلمات
kitchen 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 مطبخ kitchen مطبخ mommy mommy يعني أم mommy mommy living room living room living room يعني حجرة المعيشة أو حجرة البلوس living room daddy daddy يعني أب daddy home بيت أو منزل home 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 نسمع ونحفظ verbs مجموعة من الأفعال feel يشعر feel أو I feel happy أشعر بسعادة أو أشعر إني سعيد come home يعني يأتي للمنزل يعني بيرجع للبيت talk يتكلم talk help 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 يساعد have ليها كذا معنى بمعنى يملك أو يتناول يتناول يعني يأكل أو يشرب وهاف دي عشان نخلي بالنا مش بتيجي مع كل الضمائر يعني إيه يا مستر يعني مثلا ممكن نقول I have أنا أتناول أو أنا أملك طيب we have طيب you have طيب they have يبقى I, we, you, they have طيب he has طيب she has طيب it has يعني have بتيجي مع بعض الضمائر I, we, you, they طيب has بتيجي مع ايه؟ مع ضمائر المفرد الغائب اللي هي he او she او it I have we have you have They have, he has, she has, it has, it has. Clean, ينظف, clean. Hope, يأمل. Hope يعني يأمل. نقسم الكلمات لمقاطع ونحفظها. Other words, كلمات أخرى. Soon, قريبا, soon. Today, 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 اليوم. Sure, sure, متأكد, sure. Something, something. شيء ما me too me too وأنا أيضا kind لو جت صفة بمعنى عطوف أو طيب وممكن تيجي اسم بمعنى نوع هنا kind عطوف أو طيب page 23 صفحة 23 language functions وظائف لغوية language functions جزء مهم جدا لما أسأل واحد وأقول له كيف تشعر How do you feel? How do you feel? How do you feel? كيف تشعر؟ حطينا أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل أصلي قبل ما نعرف إزاي نكون سؤال نحفظ بس الأسئلة دلوقتي How do you feel? كيف تشعر؟ طب والإجابة يو بحولها الآي لما أقولك كيف تشعر أنت أقول أنا أشعر I feel I feel أقول مثلا I feel happy أو I feel sad أو I feel hungry أو I feel unhappy على حسب I feel وحط الصفة زي مثلا How do you feel كيف تشعر I feel happy I feel happy طب هو عايز يقولي وأنا كمان me too me too وأنا أيضا هنا me وأنا بس دي جاية كضمير مفعول to أيضا to في نهاية الجملة بيجي قبلها كومة ثم في نهاية الجملة فلو ستوب بمعنى أيضا Me too وأنا أيضا طب واحد بيقولي I feel hungry أنا جوعان عايز أقوله وأنا كمان أقوله Me too Me too نلاحظ علامات الترقيم Me too وأنا أيضا Let's بيجوا لها المصدر Let's بنستخدمها إمتى بمعنى هيا للاقتراح عايز أقول مثلا حد يلا نروح للحديقة يبقى Let's go to the park Let's بيجوا لها الفعل بدون إضافات ده اسمه infinitive يعني مصدر Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. ما ينفعش أقول let's مثلا went. لا let's زائد المصدر. طب عايز أقول واحد يلا نلعب كرة قدم. Let's play football. Let's play football. I can بمعنى أستطيع. بيقول لها المصدر. I can help you. أنا أستطيع أن أساعدك. Clean the kitchen في تنظيف المطبخ. نركز. هنا كان جه وراها المصدر. I can help. I can help. أنا أستطيع أن أساعدك help you أساعدك أنت
كلين في تنظيف، ذا كيتشن المطبخ. يبقى هنا كان الفعل اللي جه وراها جه بدون اضافات. I can help you clean the kitchen. Can help. طب عايز اقول ايه؟ انا بقدر اعوم، اقول I can swim. او بقدر مثلا ايه احرز اهداف، I can score goals. يبقى كان بيجي وراها المصدر. هنا بيقول لي واحد بيقول لي I can help you، انا اقدر اساعدك. هقول له ايه؟ شكرا. تبقى thank you او thanks. Thank you او thanks. يبقى واحد بيقول لي I can help you، اقول له شكرا. يبقى thank you، يبقى للرد على عرض المساعدة اقول له اشكرك. Thank you. Page 24 صفحة 24 يونت 1 الوحدة الأولى I feel happy. هنا بيقول لي تيب سكريبت، نص استماع. من أهم الطرق إن أنا أحفظ بيها وأفهم اللغة الإنجليزية إن أنا أروح لنص الاستماع أقراه كذا مرة، أترجمه، أعرف تكوين الجمل وأنواعها، أبص على علامات الترقيم، فده مهم جدا. Look, listen and repeat. أنظر، استمع وردد. Where are the characters؟ أين الشخصيات؟ فين الشخصيات اللي في الجمل دي؟ طب تعال نشوف واحد. Number one, I feel happy. يعني بيقول بشعر اليوم بسعادة. I feel happy today. أنا النهاردة فرحان. How do you feel, Hannah؟ طيب وأنتي بتشعري بإيه يا هانه؟ How do you feel, Hannah؟ قالت له I feel excited. أنا متحمسة أو أشعر بحماس. Daddy is coming home soon. أبي هيرجع البيت قريبا. How do you feel, يوسف؟ طيب وانت يا يوسف بتشعر بإيه؟ قال لها It's hot. الجو حار، الدنيا حر قوي. I feel thirsty. I feel thirsty. أشعر بإيه؟ إن أنا عطشان. طيب قالت له Me too. وأنا كمان. Me too. وأنا كمان. And I feel hungry. And I feel hungry. وكمان أنا جعانة. وكمان أنا جعانة. Let's go to the kitchen. هيا نذهب إلى المطبخ. Let's go to the kitchen. To have something. To have لكي نتناول. Something شيء ما. To eat لنأكله. يبقى لازم نقراها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نحفظها ونفهمها. أقراها مرة كمان. I feel happy today. How do you feel, Hannah? I feel excited. Daddy is coming home soon. How do you feel, Yusuf? It's hot. I feel thirsty. Me too. And I feel hungry. Let's go to the kitchen to have something to eat. هنا بيقول لي بقى زي نشاط. How do you feel today? Work with a partner. يعني مع زميلك أو مع زميلتك ابدأ اسألي. How do you feel today? انت ايه اخبارك النهاردة؟ كيف تشعر؟ واحد يقول لي I feel happy. I feel sad. I feel hungry. I feel thirsty. وهكذا. Page 25 صفحة 25 listen point and say استمع أشر وقل. هنا جيب لي صورة تحتها جملة. I feel happy. I feel happy يعني أشعر بسعادة. I feel happy. I feel happy. أبص لشكل الولد. I feel happy. I feel excited. I feel excited. I feel excited. أشعر بحماسة. I feel hungry. I feel hungry. I feel hungry. أشعر إني جوعان. I feel thirsty. I feel thirsty. أشعر إني عطشان. I feel angry. I feel angry. أشعر إني غاضب. I feel sad. I feel sad. أشعر إني حزين. I feel tired. I feel tired. أشعر إني متعب. I feel tired. هنا جيب لي تدريب نفس الصور بس البنت مش لولد، وجايب لي إيه المشاعر. حل لي أول واحدة. I feel angry. البنت هنا غضبانة. I feel angry. I feel angry. I feel إيه angry يعني أشعر إني غضبانة. أشعر إني غضبانة. طب تاني جملة I feel happy. I feel happy. نبدأ نبص أنا صورة البنت فيها تشعر ان هي سعيدة، يبقى دي نمبر 2 سعيدة. طب نمبر 3 I feel tired. اشعر اني متعبة، حد تعبان او حد مش قادر. I feel tired. I feel ايه tired. ممكن tired تبقى السورة دي مش قادرة، يبقى نمبر 3.
I feel excited. I feel excited. أنا متحمسة. يبقى دي رفع أديها متحمسة. I feel sad. I feel sad. أشعر إني حزينة. تبقى دي number five. I feel thirsty. أنا عطشانة. يبقى number six. صورة الكوباية بتفكر في المية. I feel hungry. يبقى number seven. بتفكر في الأكل. يبقى كل صورة بتوضح. هنا I feel angry. هنا I feel happy. هنا I feel tired. I feel excited. Number four, I feel excited. Number five, I feel sad. Number six, I feel thirsty. Number seven, I feel hungry. Page 26, صفحة 26. Unit 1, I feel happy. Sing, غني. فينا أغنية هنغنيها مع بعض. I feel thirsty, thirsty, thirsty. How do you feel? I feel angry, angry, angry. How do you feel? I feel hungry, hungry, hungry. How do you feel? I feel happy, happy, happy. And we hope you do too. And we hope you do too. يبقى دي أغنية. واحد بيقول أنا بشعر أني عطشان، وأنت قال له أنا غاضب. كيف تشعر؟ قال له طب أنا جعان. طب أنت كيف تشعر؟ أنا سعيد. أنا إيه؟ سعيد. And we hope you do too. نتمنى أن نكون كلنا إيه؟ سعداء. Page 27، صفحة 27. Look and listen. انظر واستمع. How does mommy feel؟ كيف تشعر الأم؟ هانا مامي. هانا بتقول إيه؟ مامي، أمي. How do you feel؟ كيف تشعري؟ لا، I feel unhappy and tired. أنا زعلانة وتعبانة. Why؟ ليه يا ماما؟ Because I have a lot of things to do. عندي الكثير من الأشياء أفعله. And I must clean the kitchen. ويجب أن أنظف المطبخ. فأنا قالت إيه؟ I can help you. أنا أقدر أساعدك. And so can هاني. وكذلك هاني. We can clean the kitchen. إحنا ممكن ننظف المطبخ. فمامي الأم، Are you sure؟ أنت متأكدة؟ Yes. It's good to help you. يعني كم من الجيد أو كم من الشيء الطيب إن إحنا نساعدك. Now I am very happy. الآن أنا سعيدة جدا. الأم قالت I am very happy. أنا سعيدة جدا. Thank you. شكرا. You are very kind children. أنتوا أطفال طيبين جدا أو عطوفين جدا. هنا جايب لي تدريب صغير. Listen again. استمع مرة تانية. And complete with the words. وأكمل بالكلمات. هنا جايب لي unhappy. غير سعيد. Can يستطيع. Kitchen. مطبخ. Living room. حجرة الجلوس أو حجرة المعيشة. وهنا بنكمل. هاني and Hannah are at home. هاني وهانا في البيت. In their living room. في حجرة المعيشة. خلاص كده دي. They are talking to mommy. بيكلموا للأم. Mommy feels. هتبقى unhappy. يبقى هنا unhappy. هي ايه؟ غير سعيدة. And tired. ومتعبة. تعبانة. هاني and Hannah. Hannah and هاني can help her. كان بيقدروا يساعدوها. Help her. They can clean the kitchen. ممكن ينظفوا المطبخ. Clean the kitchen. Now mommy is very happy. الآن الأم إيه؟ سعيدة جدا. Page 28، صفحة 28. تدريب للكتابة مهمة جدا جدا جدا. مهم جدا جدا. هنا هابي سعيد. ببدأ أكتب إيه؟ هابي. أول حاجة بعدي على الخطوط دي وأكملها كده مثلا. أدي هابي. H A P B Y. وبعد كده نبدأ نكتبوها لوحدنا. Happy وكذلك sad, hungry, thirsty, angry, excited, tired. نعمل التدريب ده بنفسنا ونكتبه، هيساعدنا في تحسين الخط. Page 29، صفحة 29. Activities.
مجموعة من الأنشطة والتدريبات على Lesson 1 الدرس الأول. Write the missing letters، اكمل الحروف الناقصة. هنا thirsty، يبقى هنا أشوف إيه الحرفين اللي ناقصين وأبدأ أفكر. طب R S، طيب هنا hungry هتبقى R Y hungry، tired I R، طبعا أحفظ وحل ما نقلش، بس هنا angry A N. هنا choose the right answer، اختار الإجابة الصحيحة. I not happy هتبقى I feel happy، أشعر إني سعيد. feel طبعا clean ينظف، لا have يتناول، لا. I am excited أنا متحمس، me too وأنا أيضا، me too. he wants to eat هو يريد أن يأكل، he is اللي عايز يأكل يبقى جعان يبقى hungry. let's go to the park هيا نذهب إلى حديقة يبقى let's كده. how do you feel كيف تشعر، how do you feel كيف تشعر. السؤال الثالث rearrange the following to make sentences أعد ترتيب الآتي لكي تكون جمل. she هتبقى she is excited، she is excited. طيب I feel أنا أشعر، unhappy غير سعيدة، and tired ومتعبة. I can help you نقدر نساعدك أو أنا أقدر أساعدك. I can help you. How do you feel كيف تشعر، how do you feel. they can clean the kitchen هما بيقدروا clean ينظفوا the kitchen المطبخ. they can clean the kitchen. page 30 صفحة 30 read the text اقرأ النص and choose the correct answer واختار الإجابة الصحيحة. my mommy feels sad أمي تشعر إنها حزينة، and tired ومتعبة because she has a lot of things to do لديها الكثير من الأشياء تقوم بها in the kitchen في المطبخ. so لذلك my sister and I أختي وأنا can help her ممكن نساعدها in the kitchen في المطبخ. we can clean the kitchen too إحنا نستطيع أن ننظف المطبخ أيضا. my mommy feels أمي تشعر هتبقى sad حزينة أي sad. my sister can help my mommy أمي ممكن تساعد أختي in the kitchen في المطبخ، in the kitchen في المطبخ. السؤال الخامس في lesson 1 في الدرس الأول write two sentences under each picture اكتب جملتين تحت كل صورة. هنا أول صورة بنت جعانة وعايزة تاكل وجيب لي كلمة hungry جوعان وفوت طعام، هقول مثلا ايه I feel hungry دي أول جملة. تاني جملة مثلا I want to eat عايزة آكل delicious food طعام لذيذ، دي الجملة التانية. الجملة دي الصورة الأولى الجملتين. طب الصورة التانية living room حجرة المعيشة big كبير الحجم، ممكن نقول I love أنا أحب my living room حجرة المعيشة. هنا love يحب بشدة أو يحب بمشاعر، بتحب قوي حجرة المعيشة. it is big هي كبيرة في الحجم، دي تاني جملة. الصورة التالتة thirsty عطشان water مية I feel
thirsty. أشعر إني عطشان. I want some water. I want some water. Tired. متعب. Sleep. أنام أو ينام. أقول I feel tired. أشعر إني متعبة. I want to sleep. أريد أن أنام. هنا جيب لي بعد كده بانكتويت علامة ترقيم. I feel hungry. هنا الآي لازم تبقى كابيتال. نخلي بالنا الآي لازم تبقى إيه؟ كابيتال. في أول جملة. ودي جملة تبقى فول ستوب. عرفنا إزاي إن هي جملة بادئة بآي وده ضمير. والجملة لو بادئة باسم أو ضمير تبقى جملة. Are you sure؟ هل أنت متأكد؟ هنا الإيه كابيتال. طب ده سؤال يبقى question mark علامة استفهام. عرفنا إزاي إن هو سؤال بادئ بآر وآر في أول الجملة تبقى بمعنى هل؟ سؤال إجابته نعم أو لأ. وبكده يبقى خلصنا الدرس الأول من يونت 1 من الوحدة الأولى منهج تالتة ابتدائي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.